الكويت في طريقها لأن تصبح أحد أكبر المراكز العالمية في المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري أن قدرة الدولة على المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي ستبلغ 758 ألف برميل يوميا مع اكتمال مشروع الوقود البيئي، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 228 ألفا. المطيري في افتتاح مؤتمر المعالجة الهيدروجينية قال إن المعالجة ظلت قيد الاستخدام عدة عقود، وأن التكنولوجيا كانت بطيئة في تطورها باستثناء تطورات محدودة في إطالة دورة استخدام المواد الحفازة وفي نوعية المنتج. وهذا ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام طرق وسبل تخفيض التكلفة في المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي وأفضل الممارسات في العمليات واستكشاف الأعطال ومعالجتها وكذلك اتجاهات الصناعة المستقبلية.